خلي في أخلاقك الحلم، خد صبغة من أسماء الله. أكتر طريقة تغير أخلاقك إنك تصطبغ بصبغة من أسماء الله. أحسن طريقة لتغيير الأخلاق إنك تقول وأنا هبقى حليم. لو أنت إنسان عصبي وتدي نفسك 2/10 في العصبية وفي الغضب، قول أنا حلم الله علي هيعلمني الحلم، إنما الحلم بالتحلم بالتدريب. اسم الله الحليم يخلصك من العصبية، يحببك في ربنا، يخليك كأنك تراه بتقول له بحلمك علي هعبدك أكتر.